نروح دلوقتي لناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ عبد المنعم فهمي، مدير الأهرام، تحرير الأهرام الرياضي. تحياتي ليك يا أستاذ عبد المنعم. كابتن أسامة، ازاي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله دايما يا رب. النهاردة افتتاح بطولة الدوري، البطولة الأقدم والأعرق في المنطقة كلها. قبل افتتاح البطولة شايف استعدادات كل الفرق لبطولة الدوري ازاي؟ خاصة ما شاء الله الأهرام الرياضي دايما معودنا غلاف كبير وغلاف شامل لبطولة الدوري وانفرادات وحصريات عن بطولة الدوري. هو مش غلاف بس طبعا يا استاذ كابتن اسامه، لكن هو طبعا ملف شامل جوه المجله، يعني حوالي 30 صفحه كلها تتحدث عن البطوله كلها بالفرق بالاستعدادات بالقوايم بالجدد باللعيبه الجدد بالقدامى بالاجانب بالمدربين وطرق اللعب والمرتبات وكل شيء، يعني تفصيلات شامله وكامله عن كل فرق الدوري ال 18، وده حاجه تعودنا عليها من زمان في الاهرام الرياضي. قبل اي موسم احنا بنعمل الخدمه دي، بنقدمها لكل الناس، جمهور، معلقين، صحفيين، زملاء، ميديا، اعلاميين، عشان خاطر وجبه دسمه تبقى معاهم، وده تعودنا عليه دايما. وده شيء محترم من الاهرام الرياضي، والاهرام الرياضي دايما سباق يا استاذ منعم. اتفضل. ربنا يبارك فيك. الدوري السنه دي مختلف في عدة أمور يا كابتن أسامة، مختلف في أنه هناك تأكيدات، خلينا ناخد التأكيدات اللي اتقالت على سنة المسؤولين أن الموسم مختلف، سواء من ناحية الرابطة، الموسم مختلف من ناحية جودة الملاعب، من ناحية اختيار الجمهور زي ما حضرتك تفضلت وقلت، من ناحية اللوائح تطبق بحذافيرها، المناشرات اللي حصلت الأندية، فيما يخص الرابطه، فيما يخص التحكيم، ماتش كلاتنبرج اتكلم وقال موسم تحكيم مختلف، هتشوفوا كل حاجه كويسه، عملنا معسكرات من شهر 9 لغايه شهر لغايه قبل الدوري بايام قليله، وقال لي جمال علام في اخر قعده ما بينهم كله تمام وناقص المستحقات، اهم حاجه المستحقات بتاعت، خلي بالك ان الدوري ابتدى والمستحقات الحكام ما خدتهاش، وطبعا دي ازمه ثانيه ما اعرفش هل اتحلت قبل الدوري الساعات ولا لا. حاجات كتيرة تتكلم عنها قبل الموسم، كل الأندية دعمت صفوفها يا كابتن أسامة بلاعبين من العيار الثقيل، خلينا بغض النظر بقى عن يعني مثلا الأهلي ضم ثلاث لعيبة وفاركو لم يضم إلا لاعب واحد فقط هو الناشئ اللي كان في الزمالك اسمه ياسين يحيى على ما أعتقد، ضمه، لكن بقية الأندية كلها ضمت عدد كبير جدا، وصل إلى 235 لاعب في الميركاتو الصيفي، وهذا رقم كبير جدا. ملحوظ في هذا الرقم يا كابتن اسامه انه يعني بقدر العدد الكبير من اللاعبين فان الفلوس المدفوعه كانت قليله للغايه، لان الانديه هذا الميركاتو اعتمدت حاجه كده يعني ايه، يعني نصاحه شويه، هي صفقات اللاعبين الاحرار، انتقال حر، لعيب ما يكلفش، سواء من داخل الدوري المصري او من خارج الدوري المصري، في انديه دفعت فلوس كثيره، لكن الغالبيه العظمى ان الانتقالات الحره كانت السمه الغالبه على كل الانديه المصريه. في انديه دفعت مبالغ رهيبه زي فيوتشر رقم واحد، الزمالك رقم اثنين، في انديه دفعت مبالغ يعني معقوله، في ناس ما دفعتش خالص. يعني حضرتك لما تيجي تبص على الميركاتو نفسه هتلاقي ان الموسم ده هيكون مختلف او ارهاصات بشكل مختلف. استاذ عبد المنعم وحضرتك ناقد رياضي كبير، ايه اللي بتتمناه تشوفه في الدوري الجديد؟ نفسي اشوف المنافسه ما بين مش اهلي وزمالك وبيراميدز لا انا نفسي اشوف منافسه حقيقيه، يعني مش مناوشات على الوصول للمربع الذهبي، لا منافسه حقيقيه بين ست سبع فرق على المركز الاول. هذا يسر المسابقة، هذا يفرز لاعبين جيدين، هذا يؤكد قيمة الدوري المصري اللي سمعته في المنطقة كبيرة. احنا بنشوف كل الدوريات او خصوصا الدوريات اللي احنا بنبص عليها زي الدوري السعودي، بتشوف ست سبع فرق بيتنافسوا، احنا عايزين كده يبقى في الدوري المصري، مش المنافسة تنحصر ما بين الاهلي والزمالك ومناوشات احيانا من بيراميدز ومناوشات من فيوتشر، لا احنا عايزين الدوري المصري يكون فيه ست سبع فرق تنافس على المقدمه، وده يخلي في المصلحه في الاخر للمنتخب الوطني بالتاكيد، لاعبين كثيرين هيتم افرازهم من خلال هذه المباريات القويه. الحاجه الثانيه، بعد شهور قليله
هيمر 75 سنة على انطلاق بطولة الدوري المصري، شايف السنين الطويلة وهي البطولة الأقدم والأعرق شايفها إزاي؟ والله بص، كان ممكن الدوري المصري ده يكون في حتة تانية خالص مختلفة تماما. يعني تخيل حضرتك دي نسخة 64، النسخ يعني بدأت تزيد أهميتها مع دخول السوشيال ميديا. يعني أنت تبص على النسخة 61 نسخة 61 62 63 64 تلاقيها الزخم اللي عليها اكبر من البطولات السابقه. ليه؟ البطولات السابقه بعيدة تماما عن السوشيال ميديا، واحنا ما عرفناش نسوق الدوري المصري، ما عرفناش نستثمر وجود الاسماء الكبيره من لاعبين كبار وفطاحل وعظماء. الدوري المصري لو تم استثماره قبل الالفيه، بس دي ظروف طبعا سوشيال ميديا، ظروف العالم كله ما كانش فيه زي دلوقتي، العالم كله اصبح كقريه واحده وقريه صغيره نطلع على كل الظروف. والدوري المصري عندنا سلعه، مفروض نستغل السلعه دي افضل استغلال، ان في الاخر سلعه وبتتكلم دلوقتي بالارقام والفلوس. اكيد انت عارف ان قيمه الدوري المصري 3 مليارات جنيه، وده رقم كبير جدا، رقم كبير جدا يستحوذ الاهلي على النصيب الاكبر فيه على ما اعتقد بحوالي 16 مليار مليون يورو، وطبعا زيزو رقم واحد في اللعيبه، والاهلي رقم واحد في الانديه. فانت عندك المنتج كويس، بس مع الاسف توزيعه ليس بالصوره المطلوبه. طب شايف اتفضل يا زمان اتفضل. انا طالما عندي المنتج حلو والمنتج كويس والانتاج جيد، فلا بد ان يكون هناك مسوق جيد لهذا المنتج. حتى الان انا ارى ان هذا المنتج مع الاسف لم يسوق بالصوره الكامله والصوره الشامله، لانك عندك من الاسماء الكثير، عندك من الانديه العريقه الكثير، عندك من اللاعبين الافذاذ الكثير، لكن انت حتى الان تحاول ان تسوق من خلال كلام انشاء، كلام في البرامج، كلام من خلال المعلقين، لكن التسويق الفعلي من خلال تسويق الدوري في مثلا في اماكن كثيره جدا، وحضرتك تعرف طبعا طرق التسويق عامله ازاي. لو تم بالشكل والصوره المطلوبه، لا الدوري المصري هيكون في حته تاني. حتى المنتج نفسه خلي بال حضرتك سيتم تجويده بشكل او باخر. يعني انا كنادي مثلا لما اعرف ان المنتج بتاعي يتم تسويقه بدل ما هو مقتصر على حاجه واحده بس، لا انا اجود فيه، طالما هاخد عائد فانا هجود اكتر. طيب انا كنت بتكلم دلوقتي يا استاذ منعم قبل مداخله حضرتك عن العداله. العداله مفقوده في الدوري بقى لها سنتين عن طريق التحكيم. حضرتك مستبشر خير بقدوم كلاتنبرج وتطوير التحكيم، والتحكيم دلوقتي يعني بنتكلم عن عنصر من اهم العناصر الموجوده في كره القدم. والله بص حضرتك، الشكل العام بيقول يعني نص تفاؤل. يعني لسه مش متفائل كاملا؟ لا انا مش متفائل كاملا لعده اعتبارات. الاعتبار الاولاني ان مارك كلاتنبرج اولا كان وظيفته اللي جاي عليها مختلفه عن اللي مسكها دلوقتي، ده رقم واحد. رقم اثنين، راجل محتاج فتره طويله عشان يعرف المنظومه ماشيه ازاي، ويعرف اسماء الحكام ازاي، ويعرف مستوى الحكام ازاي. برغم انه عقد عده محاضرات مع كل السنين من اول سن لاخر سن في التحكيم، لكن هو حتى الان لما يضع يده على كل التفصيلات في الحكام، يعني هو حضرتك حد يوضح لي يقول لي ان هو يعرف كل اسماء الحكام الموجودين في الدوري المصري. انا شايف الاهم من ده كله غير انه يعرف اسماء الحكام، ان منظومه التحكيم كلهم يساعدوه. ما بص حضرتك، انا عديت بسنين عجاب في منظومه التحكيم وهجمات شرسه واتهامات بعدم الصلاحيه. هذه الامور لابد ان استفيد منها، يعني منظومه التحكيم نفسها لابد ان تستفيد مما حدث في السابق. اذا لم تكن هناك استفاده من الاخطاء، مع الاسف الشديد الهجوم هيكون اكثر. انك انت خلي بالك، انت بتتكلم على واحد اجنبي، يعني واحد له اسمه، له سمعته، لو مصري هقول لك احنا كده الامور بالنسبه لنا لسه مش عارفين نطور، لانه في النهايه ما عندناش الخبراء اللي هم المفروض الاجانب اللي بيطوروا، برغم ان في عندنا زي ما هم بيقولوا ان الخبراء المصريين افضل كثيرا من الاجانب. احنا يا استاذ عبد المنعم بنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للتحكيم المصري، عنصر مهم جدا. بنشكرك، شكرا. نتمنى التوفيق لكل منظومه كره القدم المصريه طبعا. ان شاء الله ويكون موسم خير على الجميع، موسم افضل 2022 2023، وده كله في الاخر بيصب في مصلحه منتخب مصر. ناقد الرياضي الكبير بالاهرام الرياضي الاستاذ عبد المنعم فهمي، نشكرك شكرا جزيلا.